بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اتكلمنا المرة السابقة عن الاناتومي وهاو تو دو الاوكولار التراساوند، دلوقتي هنتكلم على دور الالتراساوند في الاوكولار تروما، اللي هو اي نائب اشعة في بداية النيابة يقدر يعمله، بس لازم يكون طبعا اورينتد بالاناتومي والتكنيك. نراجع كده على عجالة التكنيك بتاعنا. طبعا اي حاله اوكولار تروما عدا، خلي بالك، رابشر جلوب، لو شاكين في رابشر جلوب حاول تبعته على السي تي، يعني تمام، عشان ده ممنوع نلمسه لغايه لما نطمن ده رابشر جلوب ولا اوكي. في حاله الاوكولار تروما او في حاله الاوكولار التراساوند عامه نغرق عينه جل عشان ما تضغطش بالبروب على عينه مباشره. استخدم انهي بروب؟ اللينير في الاساس، ممكن نحتاج المايكرو كونفكس او الترانس كافيتري عشان يدينا ديبر بنتريشن. نعمل تي اس، نعمل ال اس، نسكان من فوق لتحت، نسكان من يمين لشمال او من نيزل للتمبرال، نحاول نقول للعين يحرك عينه يمين وشمال، يحركها لاترال وميديال فوق وتحت عشان تتحرك. لو في اي ممبرينز فلوت قدامي تتحرك قدامي فاقدر افرق انواع الديتاتشمنت من بعضيها. والماشين طبعا نظبط البرايتنس عن طريق الدي جي سي، الجين نزود الجين لو شاكين في فيتراس هيموريج، ريزوليوشن نحسنه عن طريق نظبط الفوكس في المنطقه اللي احنا عايزينها، نزود الفريكوانسي على قد ما نقدر، ادجست السايز زوم وديبس، والترانسيدوس قلنا عليه. من حيث الاناتومي عندنا انتيريور سيجمنت وبوستيريور سيجمنت. الانتيريور سيجمنت فيها الكورنيا، الانتيريور تشامبر، البوستيريور ما بتظهرش، الايريز والاي لينس. المنطقة دي اللي هي اسمها اورس الريتا دي نهاية الريتنا، لكن الكرويد بتعديها. دي تقريبا عند الساعة 2:10. البوستيريو تشامبر فيها الفيتراس. الفيتراس ده حاجة عاملة زي الجيلي واتاتشد للريتنا، لذلك لما بيحصل فيتراس هيموريج مع الوقت ممكن يشد على الريتنا ويعمل ريتنا ديتاتشمنت. برضه نفس الفكرة، لو الممبرين ده اللي هو البوستيريو فيتراس اللي هو اتاتشد للريتنا برضه اتشد حصل له ديتاتشمنت، ممكن يشد على الريتنا ويحصل لها برضه ديتاتشمنت. اللايرز بتاعتنا ريتنا، كورويد، وسكليرا. وقلنا الريتنا تاني بتقف عند الساعة 2:10 اللي هي الاورس الريتا الحتة دي. اما الكورويد بتعدي فار انتيرو. الريتنا اتاتشد للاوبتيك ديسك اللي هي المنطقة دي اللي بتكمل بعد كده على هيئة اوبتيك نيرف. لكن البوستيريور كورويد البوستيريور فيتراس عفوا قدامها، لذلك البوستيريور كورويد نوت اتاتشد للاوبتيك ديسك. طيب تاني الانتيريور سيجمنت والبوستيريور سيجمنت. الانتيريور سيجمنت فيها الانتيريور تشامبر اللي هي الايكوس هيومر. البوستيريور تشامبر اللي حاجه صغيره خالص ما بنشوفهاش، الحته دي اللي هي الايريس والسيليال بودي، ودي اللينس انتيريور كابسول وبوستيريور كابسول، لازم تكون كلير وكلير. فار انتيريور هنا هتلاقي الكورنيا، بعد كده الايت. البوستيريور سيجمنت معظمها عباره عن فيتراس، بعد كده الطبقات بتاعتها. الطبقه البيضه دي اللي هي الريتنا، المفروض بعديها الكرويد، بعديها طبقه تخينه اللي هي السكلير، والحته دي هنلاقي فيها بقى الاوبتيك ديسك والاوبتيك نيرف. اوكي، لما يحصل تروما ايه اللي ممكن يكون يظهر عندنا من قدام لورا؟ في الانتيريور سيجمنت بالذات في الانتيريور تشامبر ممكن تلاقي حته اوباسيتي او حته ايكوجينيستي، ده هيموريج. الهيموريج هنسميه هايفيما، او اللينس نفسها هي اللي يحصل فيها اوباستي او ايكوجينيستي، ساعتها هنسميها بوست تروماتيك كاتاركت. اي ايكوجينيستي هنا كاتاركت مع تروما، خلاص بوست تروماتيك كاتاركت. او ان العين ده يكون مخبوط في فورين بودي، رايش بقى، سبلنترز، شارب لينس، ايا كان، بتلاقي ايكوجينيك وممكن تلاقي وراها شادو، تلاقيها بقى في اللينس، تلاقيها ورا خالص في الريتنا، تلاقيها في السكليرا، في السكين ايلت، ايا كان مكانها الاسر. دي هنا موجوده في الميديال اسبكت بتاعه الايلت. الايلينز بعد كده ممكن تتحرك من مكانها، تتفصل. لو اتفصلت جزئيا بنسميها سب لاكسيشن او بارشل ديسلوكيشن. لو اتفصلت كليا ووقعت في البوستيريور سيجمنت وكمان فيها ايكوجينيست جواها، يعني كمان فيها كاتاركت، دي يبقى كومبليت ديسلوكيشن. طيب هنا مفصوله من مكانها بس انا مش شايفها، لانها ممكن تكون خرجت خالص، عملت سكان يمين وشمال وفوق وتحت مش لاقيها، وكمان بصوا على الايريز ايه اللي حصل، طلع لقدام، يعني هي اتقطعت وخرجت خالص، دي اكستروجن. يعني ممكن هنا سبلكسيشن، ديسلوكيشن، او اكستروجن. البوستيريور سيجمنت احنا قلنا الفيتراس عباره عن حاجه عامله زي الجيلي واتاتشت للريتنا، وهو بيديتاتش لما بيتفصل بيكون شويه فلويد معاه.
لغايه لما يديتاتش عند الايدجز بتاع الريتنا عند اورا سيريتا، تبدا الريتنا تتقطع في الحته دي، يحصل فيها بريك والفلويد يقوم داخل جوه ويعمل لي بقى بارشال ذن كومبليت ريتنال ديتاتشمنت. لذلك لو في حاله التروما لقينا فيتراس هيموريج او بوستيرو فيتراس ديتاتشمنت اللي هو بيعدي من قدام الاوبتيك ديسك لانه مش اتاتشد له، اما الريتنال اتاتشد له، نحاول نعمل فولو اب مثلا كمان اسبوعين بالالترا ساوند، لاحسن يكون في ريتنال ديتاتشمنت مستخبيه او تظهر بعد كده. طيب ايه اللي حصل هنا؟ ايكوجينيستي موجوده في البوستيريور سيجمنت، تمام. الايكوجينيستي على هيئه نقط، على هيئه ميمبرينز، هنسميها فيتروس هيمرج، لكن المره دي هنا فيري ويل ديفايند بوستيريور مارجن، لان هنا بقى بوستيريور فيتروس ديتاتشمنت، ده مش مجرد هيمرج وخلاص، ده ديتاتشمنت، وعند الحته دي اتاتشد ليه الريتنا. المكان ده بنسميه الادهيجن او التراكشن بتاع الريتنا. هنا هيبدا في ريتنال ديتاتشمنت ليتر اون، فنعمل له فولو اب. هنا في فيتروس هيموريج وكمان اللينس ثابت مكانها ووقعت وقع، يبقى دي ديسلوكيشن. ولو ركزنا ممكن نلاقي كمان ان في ممبرين هنا فاصل عن الحدود، ده ممكن يكون في كمان كورويدال ديتاتشمنت معانا. طيب تاني هنا في فيتروس هيموريج، فيتروس هيموريج دي نفس الحاله لكن فيري ويل ديفايند بوستيريور ميمبرين ونوت اتاتشد للاوبتيك ديسك، يبقى ده بوستيريور فيتروس ديتاتشمنت وانتيريور لو في فيتروس هيموريج، بوستيريور لو في شويه افيوجن، تمام نفس الفكره دي نفس الحاله. لكن هنا البوستيريور فيتروس ديتاتشمنت عدى من قدام الاوبتيك ديسك كروس الميد لاين اللي هو بالنسبه للاوبتيك ديسك وممبرين ومفيش قدامه هيموريج، يبقى ده بوستيريور فيتروس ديتاتشمنت فقط. اوكي الريتينال ديتاتشمنت بتعدي بكذا مرحله، ممكن تحصل على هيئه تير صغير خالص، حته كده ايكوجينيك لاين اتاتشد للريتينا، ده علاجه كويس جدا مع دكاتره الرمد عن طريق الليزر، يقدروا يعالجوه خلاص على كده. في مرحله تانية او ممكن يبدا على طول كده ريتينال ديتاتشمنت لكن في جزء واحد من الريتن، يبقى ده بارشال، او في جميع الاجزاء الاربعه اللي هي ميديال ولاترال او بنسميها بقى نيزل وتمبرال وسوبيرو انفيرو، تلاقي اربع جهات كلهم فصلوا ما عدا المكان الثابت اللي هو عند الاوبتيك ديسك، ده يبقى كومبليت ريتينال ديتاتشمنت. وهنا معانا شويه ايكوجينيستي مع حركه العين يمين وشمال، دي في الدايناميك ستادي هنلاقيها بتتحرك، ده فيتروس هيمرج. ريتينال ديتاتشمنت ليها انواع، ممكن تلاقيها عامله فتحه كده اسمها اوبن تايب او في شيبد ريتينال ديتاتشمنت، وممكن تكون لابسه على بعضيها ما عدا الاماكن اللي هي الايه عند الاورا سيريتا اللي هي الساعه 2 و10، الساعه 2 و10 بنسميها تي شيب او كلوزد تايب. يبقى من حيث الشيبس هي في شيب اللي هو اوبن تايب، يا تي شيب اللي هو الكلوزد تايب. ومن حيث الكورونيستي ممكن تلاقيها ريداندنت، ده غالبا مع الاكيوت، او ستريتشد مع الكورونيك. ممكن تلاقيها نان تروماتيك زي مثلا في حالات الديابيتيك او روماتولوجي، او تلاقيها تروماتيك زي العيان ده اللي مع التروما في هنا فورين بودي ولو كالسيفا له شادو، ده عباره عن سبلنتر او شاربنر، تمام. اوكي يبقى احنا خدنا بوستيرو فيتروس ديتاتشمنت، ده نوع ممبرين مفصول، ريتينال ديتاتشمنت ده ممبرين تاني مفصول وله شكل. في نوع تالت اسمه كورويدال ديتاتشمنت، الكورويدال هي الفاسكولار لاير اللي هي بتعدي الساعه 2 والساعه 10 اللي هو اماكن الاورا سيريتا، وممكن تلاقيها فصلت كتير خالص او فصلت حاجه صغيره وفيوجن كده وراها، ده كده كورويدال ديتاتشمنت، وده هنا كورويدال ديتاتشمنت، ده نفس العيان لكن بالمايكرو كونفكس بروب ومعاهم ايكوجينيستي في اللينس يعني بوست تروماتيك كاتر، ده حاله تانية اقوى. ممكن الكورويدال ديتاتشمنت يحصل بعد تروما او ممكن يحصل بعد جلوكوما اوبريشن او ممكن يحصل بعد ما نشيل الفيتروس فيتريكتومي، تمام. اوكي لما يقربوا من بعض خالص بنسميها كيسنج كورويدز، اهم حاجه ايه؟ نوت اتاتشد هنا للاوبتيك ديسك وباسنج فار انتير قدام الاورا سيرفي. يبقى انا عندي 3 تايبس اوف ديتاتشمنت، سي شيبد بوستيريور فيتروس ديتاتشمنت نوت اتاتشد للاوبتيك ديسك باسنج انتيريور اند ان فرونت اوف الميد لاين، الميد لاين بالنسبه لنا هو الاوبتيك ديسك، اوكي زي الحاله دي. او عندنا الفي شيب او تي شيب ريتينال ديتاتشمنت اتاتشد للاوبتيك ديسك وي نوت باسنج بيوند 2 اوكلوك 14 اوكلوك اللي هي الريفرنس بوينت اوف اورا سيريتا.
kissing choroids or choroidal detachment not attached to the disc and pass far anterior beyond ال 2 and 10 o'clock اللي هي الريفرنس بوينت اوف اورا سيريت. يبقى من تاني ان سامري اوكلر الترا ساوند لوكينج فروم انتيريور تو بوستيريور انتيريور تشامبر هيموريج اوكي لايك نيمد هايفيما لينس ابنورماليتي وذر كاتاراكت اور ديسلوكيشن اوف سبلكسيشن اور اكسترويشن ذن بوستيريور سيجمنت هيموريج فيترس هيموريج وذر ان ذا فورم اوف دوتس اور لاينز. Three types of detachment, the V-shaped, which is the most dangerous type, retinal detachment, benign type, lower posterior vitreous detachment, like you need to be followed up to exclude underlying or associated retinal detachment, and kissing choroid or choroidal detachment. Okay, then take care of foreign body, any site, within sclera, within lens, within cornea, within retina, and the most dangerous type rupture globe. ونخلي بالنا if we see air inside the echogenic foci floating with characteristic shadowing inside the globe, this may be a sign of rupture globe. And remember, the most common finding in trauma is vitreous hemorrhage. وبالتوفيق ان شاء الله.